السلام عليكم كيف راح تكونوا بخير ولا خير؟ بينا الجولة في عنابة ونجم المارس، جاتنا كورسة ديريكت تنسيق ورايح. السلام ورحمة الله وبركاته.
فامي عليها فامي من الدافع روبوك بشكل رسمي للمرة الأولى في أولمبياد برشلونة عام 92. من هو مؤسس وأول ملوك نيجيريا؟ قبل أن يصبح الحرب الهنديقية الثانية 2018 قبل الميلاد، كان حليفا قويا لروما، حكم نيجيريا لمدة 54 عاما تقريبا حتى وفاته، حتى توفى في عمر 90 عاما تقريبا، أنجب 44 من الأبناء وقاد القوات حتى وفاته. من هو؟ شوف أن ما قدروا يكونوا من أبنائه لا بالأمنيات ما قدروا يكونوا من أبنائه نعم نعم نحن جزائريين ونوميديا العفار ونوميديا هي الجميع نعم نروح للسؤال الثالث. ما نوع معجنات محبوبة لنهار اليوم لدارتها الشيف فوزية قوادرية فلاربيت اللي سمعناها في الساعة الفائتة؟ نعم تستقبل مكالمات الهاتف نعم بعد الفاصل نديروا فاصل ونعود المتوسط يجمع ما في رمضان لرعاية محبوبة للعجائن الغنائية. محبوبة في كل دار وطلبة. بنزيما معانا منى درويش عبد الحق خالد بن عبد الله
الإزعاج. إذا لقاءنا يبدو أصلاً عطل القيد عبر موجات إذاعتك. ألو، أنا في حي الرياض. من وينك أنت؟ قول لي وين نلقاك، دوك نجيك نجي للنوفال. وني قاعد نخدم أنا، قاعد بيك بيا قاعد نخدم، مني رايح في الريم، أزيد في كورسا راني رايح باها للنوفال برك. أنت وينك دوك نجيك؟ لكنك لتحت ما طلعنيش لفوق، لكنك لكن ورا الفطور تحب ورا الفطور ورا الفطور. تحب ورا الفطور خلي ورا الفطور أنا وريا. كيما يساعدك تحب درك درك كيما يساعدك. ألو. الو الو
باش تبرد، باش خلوها تبرد باش بعد هيك نلزمو نقصها، خاطر كان باش نقصها حتى هويكا باش تدوب لينا وما تشدش روحها، لازم هي تشد روحها، دونك خلوها حطيت اللي تشد روحها بعد هيك نديسها. بالنسبة للسوق صاير؟ السوق حاضر، بعد هيك بعد هيك تزيدوه شوي ما كان فيهش ونعملوا الضربة في المكان وقدروا الأوروب ولا البلدان معناتها في الغرب الكل يستعملوا برشا خضر حتى في يدها عندهم الحال الكل راهو الجرني كبير اوتوماتيك ما باش تلقاها خضر دونك احنا نسمعوا الفلوس من عندهم الحجر أني فروم بوات النوفال.
الاستورس في صنف الاصاغر ونذكر الدكتورة بشجمة الزهرة اليوبية بفريق الاتحاد المصري الزهرة ترشحت البارح مع الفوز على فريق النجم الراسي في مقابل 4-70. هذه اخبار سبور شيء طيبة للجميع. شكرا حنين. يوسف باي هو من آخر البايات الحسينيين في تونس. تسمى ولي للعهد في نهار 30 أبريل 1942، ولا هو باي حاكم في 19 جوان من نفس العام، وخلف ولد عمه أحمد باي، ومقعد في الحكم كان 11 شهر، وتنحى في ماي 1943، وقت اللي تولى والده محمد الناصر باي العرش عام 1906. اجعل من ولده المنصف باي مستشاره الخاص ومين سره بسيطه ولده الكبير، وكان يمثل والده الباي في المواكب والحفلات الرسمية، وزيد هزه معاه لفرنسا عام 1912 وقت اللي مشى ناصر باي في زيارة الرئيس. وكان المنصف باي واخواته الهاشم وحسين ومحمد متواصلين مع زعراء حركة الشباب التونسي على طريق بعض أفراد الحاشية، واسمته سلطات ما يعرف بالحماية بنشان الشرف الفرنسي من الصنف الأول، وما تعرفلوش نشاط وإلا موقف في مجرى من أحداث في تونس، لا في معركة الجلاج ولا في أحداث التنواي عام 1911 ولا في تفوت الجنوب إثنان الحرب العالمية. لكن مع أحداث أبريل 1925 برز المنصف بين مساند أعضاء الحزب الحر الدستوري وانخرط فيه، وهو اللي قنع والده محمد الناصر بين باش يحل باب القصر الوفد الأربعين في 18 جوان 1920، ويستقبلهم ويقابلهم ويقدروا له العروض الدستورية. وقتها ما هو هدت الإقامة العامة الفرنسوية الباي محمد الناصر باش يزيح من العرش، وطلبت منه باش يبعد ولادي ويديه لنصر باي، والقصر كان بعد ما توفى والدي في 8 جويلية من نفس العام 1922، ادعى المنصف باي على أمور السياسة واكتفى بحياته بالشهرية اللي يعيش بها واللي ما كانتش تزازية، وكان يدين على الراتب اللي ياخو فيه ويزيد يدين باش يخلص الدين القديم اللي عليه، وتحكم القدرة بين عام 1939 وعام 1942 بشكل خارج للفرد والفرق المصرف الروحي ولا ولي العهد في 30 أبريل 1942، وما قعدش في ولاية المصرفية تبدأ أحكام الشرفية على العرش الحسيني وبشرع القوانين بعد ما توفى أحمد باي في 19 جوان 1942. هجرتنا وفاة عندها الحل، وإن شاء الله نكملوا إيش صار فيها وإيش جاء. وإذا اللي حكيناه في هند الخرافة التاريخ يقعد السبيح هي ما عندها بالتاريخ، ويتعلم السجامة حتى Thank you.
بس Code per
يا رب عينك صايبيه. سلام ورحمة الله. طيب
حياك الله يا أخت موالي ومستمعين الأفاضل، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ، الكثير منا لا يعرف يعني قيمة هذه من الأمرين المهمين اللي هما الاستعانة في حياتنا الصغيرة، وكيف تدعون عليه الخير الكبير، فلو تتفضل ما هو هذا السر العظيم الموجود فيه. السلام على أشرف المرسلين. من السلب العظيم في هذه الآية الكريمة نتكلم على كتاب الله عز وجل، أولا بإذن الله. نشعر أن الله عز وجل يكلمنا، يكلمك أنت.
يقول ابن مسعود رضي الله عنه عندما سمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا، يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه فرعها سمعك اهتم بها، لأن يا إما فيها خير فأمر به أو شر تنهى عنه. احنا هنا نحن نشعر أن الله عز وجل يخاطبنا نحن، إذ قال الله عز وجل افعلوا ذلك فعلنا، وإذ قال انتهوا عنه انتهينا انتهينا. احنا لازم نوقن احنا كذلك المسلمين المؤمنين بالله عز وجل نؤمن بهذا القرآن، هذا القرآن ليس مجرد آيات تتلى على الآية القرآن في الله وتعالى، احنا مطالبين العمل العمل به. ونحن نعلم أحبتي أحبتي المستمعين، نعلم أن القرآن قريب مش مجرد أحرف انتهى الأمر، لأن للأسف الشديد أصبحنا نهتم بآياته نهتم بأحكامه ومخارجه كذا، ولكن أين العمل به؟ وهذا هو المطلوب، هو العمل بما جاء في هذه الآيات. نشوف احنا الحكمة لماذا القرآن لم يتنزل عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، بل نزل يعني تدريجيا، يعني آية آية. لماذا الحكمة؟ الحكمة لكي نعمل في هذه الآية. لو أنزل عن النبي دفعة أخرى مش هيقدر يستوعبها عقل الإنسان، ومش هيقدر يطبقها في حياته. الحكمة نزلت آية آية، فلهذا الإنسان كل مرة يطبق آية يطبق عمل يطبق خلق يطبق أدب يطبق قيمة حتى آخر آية في القرآن. التطبق في معاني القرآن وهذا ما نأتي إليه من خلال حصة الكلمة الطيبة، وهو أطيب وأعظم كلام فوق السرور يسمع المستمعين، يعني هذا الكلام الطيب هذا كلام الله عز وجل. هذه الآيات التي وهذه مش الآية الوحيدة التي نشوفها في حصة الكلمة الطيبة بإذن الله، هناك آيات عديدة جدا راح نعيش معها بإذن الله. الهدف منا أن نستمع لآيات الله عز وجل وأن نعمل منا برك نفسي ولا نخمم نخطي منا برك اسمع الكلمة الطيبة. شكرا لك يا جمال. يستحضر أن الله عز وجل يراه ويستمع لقراءته، هذا هو الذي سنفعله به، بل ويثني عليه ويباهي به ملائكته يزكي يقرأ ويقرأ القرآن ويركزه كما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ذلك العمل به، وهذا أهم أنه يعمل به تقوى حياته، أن الله عز وجل يباهي بنا ملائكته. فكروا في الأمر، أمر عظيم جدا أن رب سبحانه يباهي بنا في ملائكته، ملائكة الرحمة الذين لا يعصون الله عز وجل أبدا. هنا عند هذه الآية الكريمة، هذه الآيات القرآنية من بين هذه الآيات القرآنية المؤثرة والجميلة، نذكر لكم هذه الآية العظيمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه فعلا رسالة ربانية لعباده، علينا أن نراعي لها أسماعنا قلوبنا وعقولنا وأن نعمل بها في حياتنا، وسوف نرى الأثر العظيم أثر عظيم هذه الآية بعد ما نعرف معانيها ونتدبروا فيها، أثرها في حياتنا اليومية في معاملاتنا في سلوكياتنا وعند وقوع مصائب وكذا وكذا مما تعتريه حياة اليومية المسلم. شكرا أستاذ دلال الكريمي. إذا أستاذ زواري جميلة، بعد ما ذكرته للأستاذ عن بعض الأمور المجملة، فماذا تحصيل أنت في هذه الآية الجميلة؟ شكرا أستاذ معايلة، شكرا أستاذ الفاضل. نتحدث عن الآية 45 من سورة البقرة، استعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين أتمنتهم. هذه الآية اللي بعدها تقول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهذه الآية الكريمة هنا تتحدث عن عبادتين عظيمتين، نعم تتحدث عن عبادة الصبر وعن عبادة الصلاة، نستعين بهما أو نطلب العون بهما من الله عز وجل على قضاء حوائجنا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا خصت الصبر والصلاة دون غيرهما من العبادات للاستعانة بهما؟ نحن نعلم أن هناك العديد من العبادات، يعني صوم حج، ولكن الله عز وجل خص هاتين العبادتين للاستعانة بهما على قضاء حوائجنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالمؤمن تعزل عليه الرحمة. إن الله عز وجل قد فضل بصلاته، ولقد فتح الله علينا في هذه الآية العظيمة كفاءً واسعاً لنستعين بها على جميع الهموم والأوجاع، كما في الموت مصيبة المرض ومصيبة
مروان مروان كل ذم كل شيء فكر حتى مش صعبة دكتور سلمك خويا بزاف تهلاك في راك وربي يا مان مرتاح اللي تمليعت المحبان كديطال سبغ نجال تاع عليا مالو مالو راني هاي مهمي من ترجع الفصال ونسال عليه من سباني بنجالو بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق يالو ما بيا غير خايف مشتاق يا مالو عليك نطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش ما تفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صادق في قوالي حبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين خليو الماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا نخليو الماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات انا فيك عمري ما نسلم ما بدن اياد بعون الله العالي عليك نطرح سؤالي شوقي في الحين
قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغمره شجياني هاجي انت مولتني راني صدقتك والي تحبك يا زهول العين راني صدقتك والي بيك الغيره يا زين حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان مهما كويتني شحال منك يا درتك الإحسان كيف تكوني بعيدة عليا يطحن ومدي فلان صورتك راسخة في بالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غرما ماشي ديالي اجي انت مرتني راني صدقتك والي نحبك يا زاول العين راني صدقتك والي بيك الغيرة يا زين قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك انت اللي في حياتي تمنيت تكوني لي الشريك على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي جاوبني في الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين والله ماشي ديالي اجي انت مولتني راني صدقتك والي نحبك يا زاول العين راني صدقتك والي بيك الغيره يا زين ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد يجيب لي منامي بقد الغالي مشموم الخودات على سنة سيد الأرسالي زال عائلات قدرة الله العالي عليك نطرح سؤالي قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الكمين راني صدقتك والي نحبك يا زاول العين راني صدقتك والي بيد الغيرة يا زين ما دامت العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم مول العظمات ما دامت العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم مول العظمات سبحانه الجليل الدايم سلك الوحلات يوفي لي قصدي وينعم على عباد والخيرات قول الموالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين
الغلطة ماشي ديالي أجي نتا ملتنين راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين السؤال بقى متروح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت الشباب السؤال بقى متروح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت الشباب نرسل أهلي يديروا الفتوح بحضور الأحباب تفرحي والغيرة تروح ترجعي لي حلالي بعون الله العالي عليك نطرح سؤالي جاوبي المهم قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين موعود ليك بالسعادة والخير واللي بغى قلبك يحضر إليك انتي ناوية ترميني في بيك وعلاش بالغدر ماشي حق عليك وعلاش ناوية ترميني في بير علاش بالغدر وعلاش علاش بالغدر وعلاش علاش بالغدر ماشي حق عليك علاش بالغدر وعلاش علاش بالغدر وعلاش علاش بالغدر ماشي حق عليك علاش بالغدر ماشي حق عليك بنيت ليك حيوتك بالساس حيوتك بالساس وزوقت كيف راد الخاطر بالوان 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 الخاطر بالوان حتى المياه جرات بالخصاص جرات بالخصاص وعملت طيري غني بالحان 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 يغني بالحان بنيت ليك حيوتك بالساس حيوتك بالساس وزوقت في فراد الخاطر بالوان 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 الخاطر بالوان حتى المياه جرات بالخصاص جرات بالخصاص وعملت طيري غني بالحان 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 يغني بالحان الحب يا الغدارات في فيدي
العين تنعدى ماشي خسارة فيك، انتي معودة عليا بالتدمير. هكدا الخير يتعود كيفينيك، وعلى اشياء النكرة العشرة والخير. علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر ماشي حق عليك. علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر ماشي حق عليك. علاش تغدر ماشي حق عليك. حتى طبايعك حملتهم وسكت، حملتهم وسكت، حملت المعاني وزدت الحيلات، الحيلات حيلات زدت الحيلات. انا نويت محبة ما حولت، محبة ما حولت، ما عملت فيك دوني ولا زلات، زلات زلات ولا زلات. حتى طبيعك حملتهم وسكت، حملتهم وسكت، حملت المعاني وزدت الحيلات، الحيلات حيلات زدت الحيلات. انا نويت محبة ما حولت، محبة ما حولت، ما عملت فيك دوني ولا زلات، زلات زلات ولا زلات. لكن باين على وجهك التغيير، صدق وصفة عمرهم كانوا ليك، موالفة تنكري العشرة والخير، وتبدلي المحبة باللي يغويك. وعلاش يا بنكرة العشرة والخير؟ علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر ماشي حق عليك. علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر ماشي حق عليك. علاش دي الغدر ماشي حق عليك، علاش دي الغدر ماشي حق عليك، علاش دي الغدر ماشي حق عليك. اللي حبيبي ديالي في النوال، اللي لالي اللي حبيبي ديالي في النوال. الليلة لي الحبيبة ديالي، داك السطح العالي مرصوص بالنيلة، الليلة لي الحبيبة ديالي، داك السطح العالي مرصوص بالنيلة. واللي بغى حبيبو يجيبو بالحيلة، إلي إلي حبيبي ديالي فينو مول النخوة، سيدي حبيبي زاني مالو لساني، إلي إلي حبيبي ديالي فينو. اللي لالي إلي إلي حبيبي ديالي فينو. يا سينيتي كيسانا بكبريتي، المحبة بالخاطر وكنتي اللي بغيتي،
سيني يا سيني فيك جناب كبريتي المحبة بالخاطر وكنتي اللي بغيتي مول شوا سيدي حبيبي زاني مالو لساني عيدي عيدي حبيبي ديالي فين هو عيدي عيدي حبيبي ديالي فين هو ولفي ولفي قولي وانت نلقاك والملاقية بيني وبينك جات بعيد سرعتني شمس الضحى وانا نترجاك كما يرجع الصايم يوم العيد الله يجمعنا في قريب الله يجمعنا في قريب ويوم